بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية. طبعا تعلم اللغة الإنجليزية يعطيك فرصة للتواصل مع عدد كبير من الأشخاص. لماذا؟ لأن أكثر الناس في العالم يتحدثون هذه اللغة، ليس فقط في أمريكا وأستراليا وكندا أو بريطانيا، بل حتى في دول كثيرة مسلمة معروفة بتعداد سكانها. اللغة الإنجليزية أن تفتح لك هذا الباب. اللغة الإنجليزية إذن من أكثر اللغات تداولا في العالم. إذن فبتعلم هذه اللغة طبعا أنك تعطي لنفسك فرصة للتواصل مع أكبر عدد من سكان الأرض، لأن من أكثر اللغات استعمالا في العالم، ثم أنها لغة الدراسة والبحوث إلى آخره. The English alphabet. The English alphabet يعني الأبجدية الإنجليزية. يك Today we are going to learn. Today we are going to learn the English alphabet. اليوم سندرس الحروف الإنجليزية. الحروف الإنجليزية أو الأبجدية الإنجليزية. There are 26 letters in the English alphabet. C'est-à-dire qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet anglais. هناك 26 أحرف أبجدية إنجليزية. هناك 26 حرفا في الأبجدية الإنجليزية. There are, c'est-à-dire qu'il y a. تنقول هناك. There are. هناك. كما نقول في اللغة الفرنسية. Il y a. كان هناك. Il y avait. يعني أنه كان هناك من قبل. كان في السابق، ربما أنه لم يبقى الآن. إذن there are 26 letters in the English alphabet، يعني هناك 26 حرفا في الأبجدية الإنجليزية. In the English alphabet there are 5 vowels. In the English alphabet there are 5 vowels. في الأبجدية الإنجليزية هناك خمسة صوتيات. Dans l'alphabet anglais il y a 5 voyelles. هناك خمسة صوتيات. In the English alphabet there are 21 consonants. في الحروف الإنجليزية 21 حرف هما صامتة. هي صامتة. صامتة. إذن هناك 21 حرفا صامتا. In the English alphabet there are 21 consonants. 21 حرفا صامتا. Dans l'alphabet anglais il y a 21 consonants. Dans l'alphabet anglais il y a 21 consonants. يعني في اللغة الإنجليزية هناك 21 حرفا صامتا. هناك 21 حرفا صامتا. أو نقول مثلا there are 26 letters. هناك 26 حرفا. 5 are vowels. يعني 5 من هد 26 حرفا أنها صوتية. 21 are consonant. 21 are consonant. 21 حرفا من هد الأحرف أنها صامتة. In English there are capital and lowercase letters. In English there are capital and lowercase letters. يعني في اللغة الإنجليزية هناك الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة. In English there are capital and lowercase letters. كاين لي ماجسكيل لي مينسكيل. En anglais il y a les lettres capitales et les petites lettres. Il y a des lettres capitales et les petites lettres. C'est-à-dire qu'il y a les lettres majuscules et les lettres minuscules. In English there are capital and lowercase letters. يعني في اللغة الإنجليزية هناك الأحرف الكبيرة ثم الأحرف الصغيرة. En anglais il y a les lettres majuscules et les lettres minuscules. For example, capital B and lowercase B. Capital C and lowercase C. And lowercase C. ثم capital D. Lowercase D. And lowercase D. Capital E. And lowercase E. And lowercase E. Anglais pour francophone. Anglais pour francophone. الإنجليزية للمبتدئين. لا ماشي للمبتدئين. Anglais pour francophone. إنجليزي. Les francophones. شكون هما؟ هما اللي تيهضروا بالإنجليزية. اللي تيهضروا بالفرنسية. الناطقون بالفرنسية. فرانكو. ما تنقولوش أنجلوفون. تنقولو فرانكوفون. أنجلوفون. أنجلوفون. يعني الناطقون بالإنجليزية. فرانكوفون
يعني الناطقون بالفرنسية. أونغلي بور فرانكوفون، إذن الإنجليزية للناطقين بالفرنسية. Je veux parler anglais. أنا أتكلم بالإنجليزية. Je veux, cela va vouloir. أريد أن أتكلم بالإنجليزية. أنا أريد أن أتكلم الإنجليزية. أنا أريد أن أتكلم الإنجليزية. Je veux parler anglais. Je veux parler anglais. أنا أريد أن أتكلم الإنجليزية. أن أتكلم الإنجليزية. الألفابي يعني الأبجدية. الألفابي يعني الأبجدية المقصود بها مجموعة حروف. مجموعة حروف لغة. En prononçant les lettres de l'alphabet qui vont suivre, dites-vous que vous parlez déjà anglais. En prononçant, يعني بنطق. تنتكلم على le verbe prononcer. Prononcer يعني نطق. يعني هنا, en prononçant les lettres de l'alphabet, يعني بنطق أحرف الأبجدية, المقصود مجموعة أحرف, qui vont suivre, الذين سيتبعون, عندنا le verbe suivre, المقصود به تابع. En prononçant les lettres de l'alphabet qui vont suivre. En prononçant les lettres de l'alphabet, يعني بنطق أحرف الأبجدية qui vont suivre. Le verbe suivre, المقصود به تابعة. Qui vont suivre هنا, المقصود به التي ستأتي. يعني بنطق الأحرف التي ستتبع. المقصود بنطق الأحرف التي ستأتي. Dites-vous que vous parlez déjà anglais. Dites-vous. تنقولوا vous dites, يعني أنتم تقولون. هنا عندنا الأمر هنا. Dites vous يعني قولوا. ماذا علينا أن نقول؟ Que vous parlez déjà anglais. قولوا بأنكم تتكلمون من قبل الإنجليزية. المقصود هنا بمجرد أن تنطق أحرف أبجدية الإنجليزية عليك أن تقول بأنك تتكلم إنجليزية. هذا هو المقصود. فهمتي؟ En prononçant les lettres de l'alphabet qui vont suivre. Qui vont suivre. إذا بنطق أحرف الأبجدية كي فون سويفر المقصود التي ستتبع بمعنى آخر التي ستأتي ديتفو يعني قولوا كو فو بارلي ديجا أونغلي بأنكم تتحدثون من قبل الإنجليزية بأنك تعلمت الإنجليزية بمجرد أنك تنطق الأحرف فهمتي إذا تشجع هذا الكلام وقيل ياك برونونسي لي يعني انطقوهم المقصود انطقوا هذه الأحرف برونونسي لي avec un accent anglais si possible. Prononcez-les. يعني انطقوهم. المقصود انطقوا هاد الأحرف avec un accent. Accent نعرفوها هي داك الخطيات اللي تنديرو فوق الحروف. ياك؟ ديال لي فويل. Accent مقصود بها الإشارة التي نضيفها لبعض الصوتيات مثلا أ أو أ عندنا accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Accent circonflexe. هي شابو. إذن prononcez-les. هنا طبعا عندنا prononcez-le avec un accent. هنا عندنا prononcez-le avec un accent. هنا accent ماشي المقصود بها هاد الخطيطات اللي تنضيفو. ليس المقصود بها الإشارة التي نضيفها لهد الصوتيات ولكن المقصود بها النبرة الصوتية أو طريقة نطق الكلمات. المقصود بها هو النبرة الصوتية أو طريقة نطق الكلمات. مثلا في المغرب عندنا أشخاص يتكلمون الدارجة في الشمال وأشخاص يتكلمون الدارجة في الجنوب. واش الكلام نفسه؟ هل طريقة الكلام نفسها؟ لا طبعا طريقة الكلام تختلف من منطقة لأخرى وهي التي تسمى باللهجة الصوتية. هذا الذي نتحدث عنه. نتكلم عن هذه اللهجة. إذن هذه هي المقصود هنا بأكسون. إذن prononcez-le avec un accent. Prononcez-le avec un accent. المقصود انطقوا هذه الأحرف. Prononcez-le avec un accent. انطقوا هذه الأحرف بلهجة الناطقين بها. فهمتي؟ إذن prononcez-le avec un accent anglais si possible. يعني انطقوها يعني انطقوا هذه الأحرف بلهجة إنجليزية si possible. ما أمكن ما استطعتم لذلك جهدا. فهمتوا لا؟ يعني قد ما قدرتوا أنكم تنطقوا هذه الأحرف بالطريقة التي تنطقوها أصحابها يعني عليكم أن تحاولوا أن تنطقوا هذه الأحرف بالطريقة التي ينطقوها بها يعني الشعوب الناطقة بالإنجليزية. إذا عندنا الحرف الأول A A B B C C D D E E E F F G G H H I I J J K K L L M M
N N O O O P P P P P Q Q Q R R R S S S T T U U U V V V W W W X X Y Y Z Z Z أو زي كيف تنطق زي؟ زي هنا كمن ينطقها زي زي ريسيتي à haute voix tout l'alphabet en notant que ريسيتي المقصود بأنك تردد ياك أنك تتقرأ شي حاجة بالصوت ريسيتي à haute voix à haute voix يعني بصوت عالي tout l'alphabet يعني كل الأبجدية en notant que كما لو نقول علما ب notant المقصود بها أنك تسجل En notant que, مقصود مسجلا أن. En notant que, c'est le verbe noter. Noter, يعني أنك تسجل شيئا. Noter, مقصود بها prendre des notes. يعني أنك تأخذ نقاط. المقصود أنك تسجل. إذن, en notant que, مسجلا بأن. En notant que, كما نقول, آخذا بعين الاعتبار. Réciter à haute voix tout l'alphabet en notant que. ردد بصوت عالي كل أبجدية المقصود كل أحرف. En notant que. مسجلا بأن المقصود كما لو أنك تأخذ بعين الاعتبار بأن لا لاتر يعني هاد الأحرف التي عندنا هنا جي إجي ما نقرأه في اللغة الفرنسية جي إجي en anglais se prononce de façon contraire au français en anglais se prononce de façon contraire au français يعني أن في اللغة الإنجليزية تنطق بشكل معاكس للغة الفرنسية لا لاتر G et J en anglais se prononcent de façon contraire au français. On a G qui se prononce comment? G. G. G en français se prononce G en anglais. Et J en français se prononce comment? J. Ah, se prononce J. J. Se prononce J en anglais. La voyelle E en français bien sûr, en anglais se prononce comme un I en français. La voyelle E. La voyelle E en français, en anglais se prononce comme un I en français. Et d'un t'éclab le notre diala. Tandis, et d'un had E, il était tout le temps t'éclab I. Ou I tab'an t'éclab I. Ou I t'éclab I. Tout le le H en anglais n'est pas silencieux. Y'a ni un H? Y'a ni un H, le sahafan samitan, l'inglésia. Le sahafan samitan, l'inglésia. Le H en anglais n'est pas silencieux. المقصود أن H في اللغة الإنجليزية أنه ينطق. Il se prononce en expirant. يعني أنه ينطق expiré. Expiré المقصود به أنك تزفير. يعني أنك تخرج الهواء. تدير يعني هذا هو الزفير. هنا أنك تنطق هاد H وكأنك تزفير. Mais il y a des exceptions dans la prononciation de certains mots. ولكن هناك استثناءات في بعض الكلمات ولكن هناك استثناءات في نطق بعض الكلمات إذن طبعا سنرى هذا فيما بعد نتابع إن شاء الله في الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله